أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة، كلمة عاود درسي أنه في الكتاب سنتهي الحياة الحقيقية عنوان كذو أساس معنى هذا نوح ويان نلوش الربطة وحان فهني مركبة إني سيرتو نلول عن ربعين حياة عن حقيقة هين وضي الله نلوش حقيقة أم حيث هاي سامي هذا محيه جيت كلام مرة محيه هاي نتيجة هذا محيس هاي ألوغو قادا ترسيقين نعوة موضوعة في قصف سنانظر إن شاء الله تعالى الله نوحا ويجيسنا يا سبحانه وتعالى إنو نوافجيو ويحي خير كتيرو زللك يسم بالرحضن الله سبحانه وتعالى إنو نغي إلا ليه ولا ليال مرك كوبات كون كان إلهي بأبورته سبحانه وتعالى كينا قصر ريا إيا كينا قهو سيا إيا كان إله سيمن بأ الله بأبورته سبحانه وتعالى كون كان بحد وين بلارن إيا الله أو أبورته سبحانه وتعالى وحا كمدا إنسان بني آدم كا كمدا وقيد ير او آد او ير او الهي خلقه يتكمل مخلوقات كلمرك الله في وحبه من نقوني مخلوقات عشبت بدن بن آدم كا الله سبحانه وتعالى ابو رستيسا نلشيسا آيهيسا مراحشة ومرأة يبو الله إنه قشي فيه سبحانه وتعالى وانا مدى أن كدقنا إنه هردع موضوع عن وقدق إنه والورت إنا فهنو حقين كسو تشيرنا مرحلة ذين مرينا تيبان مري دونا حقين كدن بين دونا هداس فهمتو تشيت كاتلير صوب اللوضي لحظة أركي قشرتو لما تكي سنة أتفهمتم وأحبضن باكوك العباني حقائق فربضن باستول ساقس الله سبحانه وتعالى وحو قرآن ككويل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون براحيش ابن آدم قصوم ري يمد أنه مريض أنه أنت سألك عن الله سبحانه وتعالى وحرب الله سبحانه وتعالى وحن أبورني إنسانك
وحن كأبورني ضابو لسوسيبي من سلالة من طين ضابو لسوسيبو لسو أروريي أولاق الصحري للك أيان كأبورني بربري سبحانه وتعالى انت في واحد تلمامي سا أصل كبني آدم كأبور كيسو حقيقة سوشيدا وحو كسوشيدا ضابو حدنا ضابو أردن مئهر للك قيبه سكال قدسان ضابو لغا الصحري أو لغا كياني أو لغا سو أروريي وإله كأبوري سبحانه وتعالى وانا ميدا لغا عبر يومين سلالة شيء لصحري أو لصوصيري وحافصيري يا حديث كالنبي جانا صلوات ربي وسلام عليه وحان نبي جانا كالسغن وحو يري الله سبحانه وتعالى آدم وحو كأبوري من جميع الأرض للك قيبه سأردنب كأبوري عرضوا وحيلا ذهي قيب عط قيب مدو إيه قيب عط نذا بضع للك أوككو بني هاي أيا آدم لقى أبور سيدو كلا للك وحوليه قيب أذك إيه قيب شلعسا لبضع قيبوض نوا قيب لقى كيانيب لقى أبور ساس دراد دا نبي قوش رسول الله عليه وسلم آدم عرور تضلي وحي كوي مادين أصل كي أبوهر لغا أبوري بكوي مادين ميد مدو باكشرة وإنه وقلع فركان آدم من مرد لن ميا يا فركان كآدم مرد لن آدم مرد لن لكن وحي مثليان عرض قيب سيدي مدو بيد بمثليان كو عد عد عرض قيب سيدي عد بمثليان كو عس عس عرض قيب سيدي عصيد بمثليان كو الضبيعة الدبعسن للك قيتيس الدبعسنيد بمثلية كو الضبيعة أدقي قلفسن للك قيتيس قلفسنيد بمثلية من سلالة من طين بو الله سبحانه وتعالى الرضا للصوح ولا للسوء أروري بو الله آدم كأبوري سبحانه وتعالى آدم مركي ربي أبوري سبحانه وتعالى وحالقا أبوري سيدا حديث النبي قلنا إيه تلمام يسوه حاس كيسي حواء أيها لغا أبوري فير ديسة فير يرتا فير ديسة بيدح دا وفيرها أغير تاسا لغا أبوري حاوة مركي لأبوري وآدم حاس لغا ديجي وقت قال لغا بالله ببني آدم كتران كيسة إيا تشيريتان كيسو وحي مركا نقطي ثم جعلناه نطفة في قرار مكين وحانو كتلق نيبرا بل سبحانه وتعالى إنسان كي markii hore dhoobada laga abuuray waxaan ka dhignay dhibic mani ah oo meel sugan oo ilaashan ku jirta macnaheedu waxa weeye aadam iyo xawa is arkay dhibic mani ah oo aadam ka timid oo xawa gashay oo meel ilaashan ku jirta waa makaankii ama waa minkii intaas oo waardi baa saaran waa xidhan yahay la geli kara ma halkaasuu ku jiraa halka maraaxil dhowr abu ku maray marxalada dhowr oo kala dambeeya ayuu maray rabbi wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala thumma khalaqna an-nutfata 'alaqa marxaladii xigtay waxay noqotay dhibicdii manida ahay waxaanu ka abuurnay rabbi subhanahu wa ta'ala oon ka dhignay xinjir dhiig ah taa marxaladii xigtay xadiiska nabiga fasirtay afartan bari kadib manidu markay afartan jirto kadib ayay waxa isu bedelaysaa xinjir dhiig ah xinjirta dhiigga ah kadib waxaanu ka dhignay buu rabbi subxaana wa tacaala oon ka abuurnay xinjirtii dhiigga ahay cad hilib ah cad yar mudga waa cad afgelis ah hal mar afka la gelin karo la calalin karo cad yar oon madax lahayn oon minjo lahayn oon dhaga lahayn oon indha lahayn oon waxba u baxsanayn cad yaroo hilib ah oo meel iska yaallo ثم خلقنا المضغة عظاما عدتي هلبك أها بقى الله فلقى أبوري لفق لفق أنا أدرك إيسا أمي إسليهن عد هلبة إيا الله فصومك الأدكى كان حيوك بذن سكو الضبي عمها هذا إله سبحانه وتعالى وحوليه هاي عدتي هلبك أها لفانك أبوري لفيه بقى لذحيه واقوى قعمه بقى ضحي لغه بقى لسميه مضحي بقى لسميه علوش الله فيه قوة ريكسنا بقى لسميه فاريه بقى لسميه الله فيه بقى لسميه مرحلة ما حاكو حبتي فكسونا العظام
laxma lafihii baa waxaa la huwiyey oo dusha laga saaray hilib, waa hilibkan ka koreeyo saantii haragga wata. Soo khalqi cajiiba maa rabbi subxaanahu wa tacaala intaa markuu inoo sheegay baa wuxuu yidhi uma anshanaahu khalqan aakhara, waanu abuurnay buu yidhi khalqi kale buu soo baxay. Bal u fiirsada dhibicdii biyaha ahayd iyo dhoobadii markaa dib ugu noqotaan hadda saa tahay, iyo bini aadamkan indhaha iyo afka iyo dhagaha iyo qalbiga iyo xoogga iyo lafaha leh labadaa markaad isu fiiriso soo laba khalqi ma kala ah, khalqi kaluuba soo baxay. Uma anshanaahu khalqan aakhara, kaas iyo kala dheeri weeye wax isle ma ah. Haddaan ilaahay noo sheegi lahaynna nalaguma kareen, bini aadam baa dhoobo ka soo jeeda nalaguma kareen. Bini aadam baa dhibicdaa biyaha ahee foosha xun ee qadhmuunka badan ka soo jeeda nalaguma kareen. Bini aadamkan murmahaya ee doodahaya ee dagaalamaya ee qajajaclaynaya ee macnaha waxa weeye tiknolojiyadan iyo horumarkan samaynaya ee dhulka camiraya ee waxaan oo dhan isku dubaritay, miyaa dhibicdaa biyaha ka soo jeeda iyo dhoobada malaasan? Waa wax gariib ah. Fatabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin, marka waxaa nasahnaaday oo saro maray oo khayrkiisu batay allaha subxaanahu wa tacaala inta wax abuurta ee jaangoysa ugu khayr badan ee ugu wanaagsan. Oo yaa saa wax u samayn karoon alla ahayn subxaana wa tacaala? Alla cidaan ahayn miyaa saa wax u samayn kara? Abad. Iska dhaaf inay wax sameeyaan ee xataa allah sameeyey oo hadda uu isku hagaagsan yahay far hadday ka go-do isbeer baarti ma loo helayo? Yah, fartaa hadday kaa go-do isbeer baarti ma lagu helay adduunka? Isbitaalada ugu waaweyn haddii lagu geeyo abad. In ay ku geliyaanoo fartii kugu soo celiyaan ma heli karaan. Inay qaabka wax u abuuraan warkeeda iska bada iyada marxaladaasaan marka hadda joogaa. Khalqigaas quruxda badan ee isku hagaagsan xubnihiisa mid walba meeshay ku habboonayd ay taallo, walu fiirsada afku meeshuu ku habboonaa buu yaalla, shaqaduu qaban lahaa meeshii ay jidka kaga habboonayd buu ku rakiban yahay, gacmihii mid walba shaqadii loogu talagalay meeshay ka qaban lahayd ee ku habboonayd bay taallaa, lugihii shaqaday qaban lahaayeen meeshay ku habboonayd bay ku aadan yihiin, wahaa kadaa xubin walba meeshuu ku habboonaa buu alla dhigay subxaanahu watacaala. Aladii khalaqaka fasawaaka facadalak fii ayi suuratin maa shaaa rakabak, allaha ku abuuray ee ku simay ee ku ekeeyey ee xubnahaaga dhammaystiray suuradaa cajabta badanna ku siiyey. Laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim, rabbi subxaanahu watacaala siduu u istaajiyey khalqigan waa qaab cajab badan wey. Saas daraaddeed buu rabbi wuxuu leeyahay haddaad u fiirsataan qaabka laydiin abuuray iyo abuurkiinna iyo naftiinna haddaad u fiirsataan aayad way idinku filantahay. Wa fii anfusikum afalaa tubsiruun, naftiinna dhexdeedana aayado iyo astaamo waaweyn oo alla qudradiisa iyo awooddiisa ku tusayaa ku jira ee miyadaan arkaynin buu rabbi leeyay subxaana wa tacaala. Bal hal mar intaad fadhiisato adoo keligaa ah dib waxaad u fiirisaa waxaad soo martay iyo xaaladaad hadda ku sugan tahay iyo waxa lagaa abuuray iyo xaalkaaga meeshaad ku sii socoto, haddaad fadhiisato ood fikirto waxaa kuu soo baxaya duruus fara badan iyo arrimo cajab badan baa kuu soo baxay. Waana mida rabbi subxaanahu watacaala inugu dhiirigeliyo inuu amray innamaa acidukum biwaaxidatin an taquumuu lillaahi masna wa furaada tuma tatafakkaruu, waxaan idinku waaninayaa uun hal arrin ah, maxay tahay? In aad intaad gooni u baxdaan ood keliyeysataan idinkoo koox koox laba laba ah mid mid ah inaad fikirtaan, maskaxdan ilaahay ku siiyey caqliga ka shaqaysay warshadan fadhida mashiinkan iska fadhiya dhaqaaji oo makhluuqaadkan kugu wareegsan bal ka fikir, samaawaadkan kaa sarreeya sida sanqaabka dushaada ah, dhulkan aad ku dul socotee markaad dhimatana lagugu aasayo, markaad doontana aad dhisanayso, markay saxara ku qabatana aad ku duugayso, markaad doontana aad ku kaajayso, haddana kaa xoog badan hadduu ku diido meel aad u heli karto soo kuma diidi karo yaa ima dul taagnaan karta hadduu ku yidhahdo ka war cagaha dhulka ka qaad iga qaad cagaha yaa xageed geli karta
sababani haday ku tiraad iyo hoos joogay guri kale raad xageed aad kartaa ma meel kale aad la makhluuqaat kan ka waawayn ee ka xoog badan ee haddana ilaahay ku sakhiray adiga ku leeliyan ee ku shaqeynaya balfiir adiga sabarta tanan ee daciifka ee biyaha qulunka laga abuuray ee carrada laga abuuray ee aan waxba ahayn baa haddana waxaa kuu adeegahaya dhulkii baa kuu adeegaya samadii baa adiga kuu adeegaya qoraxdii baa kuu adeegaya dayixii baa kuu adeegaya maalintii iyo habeenkiibaa jadwalkaa laguu dejiyey oo noloshaada ku salaysantoo alla kuu dejiyey subxaana wa tacaala xayawaanaadkii iyo makhluuqaadkii waaweyn dhulka ku baahsanaa baad sidaad doonto ugu shaqaysanaysa ya war awoodda aynu innagu leenahay ee intaasoo dhan laynoogu sakhiray maxay ma awoodoon leenaha ku sakhirana mise ilahay baa inoo sakhiray subxana wa tacaala allah baa inoo sakhiray subxana wa tacaala waxba kama nihin kownkan aad arkaysaan waxaan ka nahay ma jirto wax alla waxaynu ka nahay ma jirto laakiin allah baa subxaana wa tacaala inoo sakhiray wasakhara lakum maa fi samaawaati wamaa fi lardi jamiican minhu allah baa idiin sakhiray xaggiisa inay kulligood ka ahaadeen wa ilaa haddii laydinku sii daayo ka ugu tabar daran baydaan iska celin karin kanaacam yaan iska celin karna haddii ilahay nagu salliso way inagaa maalin walba u dhimanayne ya kaneec iskama celin karto wax kale iska dhaa waa makhluuqaad daciif ah quraanjo iyo kaneeca iyo yacni daqsi iyo haddii laynagu sallido waxba ma nihin ayib markii layna abuuray oo marxaladaa rabbi uu inaga soo saaro ina keenay maxaa ku xigi doonaa marxalada ku xigi doonta maxay rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala uma innakum bacda dalika lamayituun kadib kuwa dhimanayaa tihi meeshan iyo noloshan waad ka tegi doontaa nolol kalaa jirta dhimashaa jirta nolol baa ku xigta dhimashada waxaa ka dambaysa nolosha loo yaqaano xayaatu lbarzakh yacani waa nolol tii aakharana aan ahayn tii adduunyana aad ka tagtay guri raad dhexaad degantay meel dhexe yaad muddo ku jiri waa nolosha qabriga way ka gedisan tahay tii adduunyada midda iyada ka dambaysa ee aakhara iyo qiyaamadana way ka gedisan tahay waa nolol kale oo nooc kala dabeeca kale leh meel kale iyo degmo kalaa degantay ayada taasina waad sii mari doontaa taa markaad martaan ma taasaa ugu dambaysa maya uma innakum yowma alqiyaamati tubcasuun maalinta qiyaamada markii la gaadho waa laydin soo kaakicin waa laydin soo saari waa laydin soo noolayn rasuulkeenna waxaa ka sugan sallallahu alayhi wasallam inuu yidhi markii rabbi uu damco inuu soo nooleeyo bini aadamkii dhulka galay roob baa da-aya fartan beri buu roob da-aya roobkaasi dhibicdiisu waxay gaadhaysaa yacni waxa weeye lafihii iyo dhacaankii iyo hilibkii dhulka galay markaasaa yuu isku soo ururaya waa soo samaysmayaan way isku soo noqonayaan markaasuu soo kacayaa sidii masalan geed soo baxay oo kale geedku markuu dhulka ka soo baxayo soo intuu madaxa ku dhufto dhulku ma dilaaco saasoo kaleetaad uga soo baxbaxaysaan qubuurtii waa meeshan hebel baa ka soo booday hebel halku ka soo booday hebel halkuna qabrigiisa madaxa kala soo baxay waaba kan waa nolol cusub waa xayaato cusub waa barnaamij cusub wixii horeen naqaanay midna ma ah uma innakum yowma alqiyaamati tubcasuun maraaxishaasaan marka marayna markeenii hore maynaan jirin ilaahay baa dhooba inaga abuuray subxana wa tacaala markii xigtay abuuristeenna iyo samaynteenna alla subxaana wa tacaala qaab kaluu u sameeyey oo aabbi iyo hooyo inay is arkaan lab iyo dhadig inay kulmaan dhibicdaa biyaha ah maraaxil haddana ay marayso bannaankaa laguu soo saaray kadibna alla subxaana wa tacaala marxaladaa aada adduunka joogayso waa waqti qadaran waad ka tegi doontaayo waad dhiman qabri baad mari doontaa oo iyaduna degmo kale ah waad ka guuri doontaayo aakharaad u guuri doontaayo nolol kaleeta maraaxishaasi waa markii lasoo ururiyo intaan mari doonno wey ayib su-aasha waxay tahay marka waxaa qalbigeenna aada ugu weyn oo cid walba raadinaysa nolol dhab ah oo xaqiiqo ah oo degganaansho iyo raaxo iyo xasilooni leh haddaan adduunka joogana waxaan rabaa nolol xaqiiqi oo dhab ah oon dhayal iyo riwaayad ahayn haddaan ka tagana degmo aakharana waxaan rabaa nolol
raaxa iyo deganaansho leh. Qabriga haddaan dhaafana nolol raaxa iyo deganaansho leh baan rabaa. Waxaan rabaa marka in laytuso jidkeen u maraa. Allah subxaanahu wa tacaala walaalayaal, haddii adduunka la joogo iyo haddii laga tago oo aakhare la aadaba, nolosha xaqiiqiga ee dhabta ee dhadhanka leh ee raaxada leh hal arrin buu ku xidhay Allah subxaanahu wa tacaala. Halka arrin wuxuu ku xidhay waxa weeyaan, marka lasoo ururiyo in allihii kownkan abuurtay adigana ku abuurtay intaana ku maamulaya inaad addoon u noqoto. Khulaasadu waa intaas. Haddii la fahfaahiyo waa kutubta oo dhan, rusushu dardaarankay ka tageen iyo axaadiistii culimmadii salafka ahaa, taa intaa unbaa la fahfaahinaya. Laakiin warka murtidiisu wuxuu ku soo urursanayaa allah keligii inaad addoon u noqoto yaa waxay kuu dammaana qaadi kartaa tan aad hadda joogtana nolol degan oo raaxa leh oo xaqiiqa inaad ku noolaato. Haddaad ka tagtana qabriga nolol ka fiican middan inaad ugu tagto, qabriga haddaad ka gudubtana nolol ka sii fiican tii qabriga inaad ugu tagto, taasaa kuu damaana qaadi karta, taasaa damaana qaadi karta. Ayib, noloshan hadda adduunyadaynu joogna waynu wada noolahay, waynu wada noolahay. Midka ilaahay yaqaana kaan ilaahay aqoonin, midka gaalkaa, midka muslimkaa, midka caasiga, midka mudiica, waa la wada noolyahay. Laakiin noloshaasi waxaa inala wadaaga makhluuqaadka kaloo dhan baa inala wadaaga. Xooluhu waa nool yihiin, xayawaanaadku waa nool yihiin, shimbiruhu waa nool yihiin. Noloshan kaato oo inaad dhaqdhaqaaqayso oo nafi kugu jirto ood ordayso ood shaqaysanayso ood fikirayso oo wax qorayso oo wax qorshaynayso oo noloshaas noocaasihi waa laynala wadaagaa. Nolosha noocaasina macno weyn kuma fadhin, macno weyn kuma fadhin. Nolosha xaqiiqiga ee dhabta ilaah subxaanahu wa tacaala uu nolol xaqiiqiya ka dhigay waa nolosha iimaanka wey, alxayaatu alimaaniya. Alxayaatu alxaqiiqiya hiya xayaatu alquluub. Xayaatada dhabti waxa weeyaan waa nolosha qalbiga, waa nolosha iimaanka, waa nolosha uu keenayo ay ka dhalanaysa allah subxaanahu wa tacaala raalligelintiisa iyo raaciddiisa ka dhalanayso. taa wixii ka soo hadhay allah wuxuu ka soo qaaday inuu yahay bakhti, inuu yahay waa meyt, nololba malaba. qur-aanka rabbi wuxuu ku yihi subxaanahu wa tacaala awa man kaana maytan fa axyaynaa wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kaman mathaluhu fi dulumaati laysa bikhaarijin minha. war ma id meyd ahaa, bakhti ahaa oo aanu noolaynay, markaan noolaynay kadibna iftiinkii uu dadka ku dhex socon lahaa aan siinay, mid mugdiye ku dhex jira ma la mid baa oo aan weligii ka dhex baxaynay? labadaasi miyay ismayn? meyd buu ahaa, bakhti buu ahaa, nolol baa la geliyey. iftiinkii uu ku socon lahay wax ku kala arki lahaana gacantaa laga geliyo, waa la siiyey. mid mugdiye ku dhex jiroo weligii ka dhex baxaynin iyo kaasi ma sinayn? jawaabtu maxay tahay? ma sinna. yaa weeye ruuxa bakhtiga ahaa ee nolosha la geliyey haddana iftiinka la siiyey. waxay leeyihiin culimmada tafsiirku markay aayadda fasirayaan, waa gaalka ilaahay iimaanka ugu deeqay kadibna qur-aanka ku hanuuniyey iyo islaamnimada. noloshani marka hadda aayaddu ka hadlayso ma aha noloshan inagu jirto orodkan iyo keenaysa dhaqdhaqaaqa iyo ma aha, taa gaalkaba waa ku jirtaa, laakiin nolol khaasa wey nolosha ay aayaddu cabiraysa. waxaa laga dhigayaa sidii meel mugdi ah oo meyd dhex yaallo, mugdi waay, gacantaad haddaad tagto xataa ma arkeyso, meydna waa dhex yaalla. meydkaasi haddaan naf la gelinin, iftiinna la siinin, ma waxbuu qabsan karaa? gaalku waa saas. ruuxaan ilaahay iimaan ugu deesan waa qaabka. meydkii horta naf baa la geliyey oo qalbigiisii baa iimaan lagu nooleeyey, markii xigtayna mugdigu uu ku jiray iftiin baa la siiyey uu wax ku kala arko.
isaga iyo midka wali meydnimadii ku laaban isla markaana nuur iyo iftiin aan haysanin baktina ah labadaasi ma sinan karaan وما يستوي الأحياء ولا الأموات ما أيسن كوى النول إيا كوى ميت كي بختيه لبدا سمسن نبر بري سبحانه وتعالى الأموات هم الكفار والأحياء هم المؤمنون ذاتك النول النولوش هلقا ودا النولوش إيمان كي قلب ديك أي ساي ونولوش حقيقة عوي وذاتك أهل الإيمان كاو رسولك أنه وحا كسر صلى الله عليه وسلم إنه يري إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل حديث كأحمد الترمذي بصوصار من حديثي أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ألا مركو خلقي سأبوري وحو كتوري أما كفر ليي افتين بالغو سيري افتين كي مالين كالغو سيري عدي أي وحكسو قادي حلق أبور كي سلق قادو أدون كأوي ما دو حنوني افتين كي مالين كالقيدية الضومد لكالسيينين كي كقضينا adduunka markuu yimaado waa lumaya markii hore sa maxaa lagu isku dhaxabuuray khalaaiqda maxaa lagu dhaxabuuray mugdi baa lagu dhaxabuuray khalaqa khalqahu fi dhulma mugdi baa lagu dhaxabuuray mugdiga iftiinkii la qaybiyay ruuxii maalinka uu wax ka soo gaadhay allah subxaana wa tacaala hanuun buu ugu talagalo waa hanuunay maalinka ruuxii hanuun uu gasay iftiinkii la qaybiyey si kasta hadduu yeelo ma hanuuni karo الله سبحانه وتعالى صنكم أمها السنة مركز إنه إفتين كاس مالين كان لقيبني وحين قسي هذا إذن لسه إنه قرشت هنا إيه عقلك هنا إيه يعني وحويان إلهي قعنا نقول هنا هاي إيه أوت هنا إيه إنه إسلام مدي إيمانك كوه الهداد موضي سان ما وإلهي سيسم دي سبحانه وتعالى ذلك من فضل ربي سيسم إلهي سبحانه وتعالى سما فل تحت أو إنه قعنا كل هاي وأن السبب كله هو الله إن فيه سبحانه وتعالى وحان نلشى غير افتين الله سبحانه وتعالى وبحنيه افتين كالله بحنيه يمحوها وإسلام ماذا هي قرآن كيف وإسلام ماذا هي قرآن كيف وترب الله سبحانه وتعالى والله وتعيد قرآن كرب الله سبحانه وتعالى الله أدو مدي سوح كسار يا من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات الله سبحانه وتعالى ذاتك إيمانك له يولتشرا يولي قوديه وحو كسار يا مقديد ووحو أسار يا إفتينك ظالمين تنا ولي قودوا وشيطان وحو كسار يا إفتينك وحو أسار يا مقديد شيطان بقى او الظالمين تي قاليه قال ده ولي او شيطان ما افتينك يا ايمانك يا خيرك انتو كسر يا نولشي دبت اهي بوو او غلينيا مغديه دخدودو غلينيا نولشي دبت امرك ولا ليله ونولشي ايمانك نولشي حقيقيغا ونولشي اسلامنمد نولشي دبت ونولشي باعده ونولشي الله سبحانه وتعالى اكرى لغلينيسو حديث أرنتا إيضا إيه قرب كاسي كالو ماي نولوشا أدنوشا هاي واح معناك ما فرد ودي حوله بوانولي دوفارك بوانولي هاي يا او ايق بوانولي هاي او حوله بوانولي هنا يعني شنبيروه بوانولي هو أرد هاي يعني نولوشا كوكوشير تاي قيمة مالي مرها دينا نولو طب او حقيقية او تيق ببن كالهايد الراحضة لهايد اي سنة هاي تا ايمانكا وأتر ربي سبحانه وتعالى آيدك له القرآن كأوين يقول يا هاي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وردتك الله إي حق الرميييو رسول الله إي الرسول كي سيالا مركو إذين يارو الرسول كو إذين كو يارو وح إذين نوليني ومن نولين مياه مركا
seebay noo nolay waaba la hadlayaa ya ayuha alladina aamanu baaba lalee ma ciida nolayn baa la hadla wa nolihiin oo dhaga wax lagu maqlay iyo qalbi iyo waa ku jira laakiin dhawaaqa maqalkiis iyo fahamkiis iyo noloshan laga hadlayaa laba kala ah wuxuu idinku nooleeyo oo naf idinku geliyo markuu nebigu idinku yeedho yeela xitaa wuxuu nebigu nugu nooleynaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu inugu nooleynayaa wixii xagga ilaahay ka yimid subxaana wa tacaala waxyiga xagga ilaahay ka yimid qur-aanka alla daacadiis khayrka iimaanka taas rasuulku uu inoo keenay baa waxay tahay noloshii dhabta ahayd xaggee bay nooleynaysaa qalbigii bay noolanaysaa qalbiga noloshiisuna waa nolosha dhabta nolosha dhabta a maxaa yeelay haddii qalbigu uu noolaado waa nolosha xaqiiqiga ah laakiin qalbigu hadduu bakhti yahay waa bakhtinimada dhabta wey nolol kaloo jirta ma malaba marka nabigeenu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh alaa wa ina fi ljasadi mudghatan idaa salaxat salaxa aljasadu kulluh wa idaa fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalbu buu nabi sal lay slam jirka waxaa ku dhex jira cad yar oo saafsin ah oo afgelis ah cadkaasi hadduu hagaago shirku waa wada hagaagaya hadduu xumaado shirkii waa wada xumaanaya waa qalbiga buu nabi uri salawatu rabbi wasalaamu calayh qalbigana maxaa hagaajiyo nooleeya iimaankaa nooleeya raashiin ma nooleeyo cabitaan ma nooleeyo guri qurux badan oo dhigato ma nooleeyo xoolo akowntiga kuugu jira ma nooleeyo ha dumar iyo caruur fara badanood yeelato ma nooleeyo qalbiga maxaa nooleeya aliimaanu billaahi tabaaraka wa tacaala wa taaca taasaa qalbiga nooleeya qalbigu hadduu noolaadana waa nolosha dhabta ah waana raaxada dhabta ah degganaanshaha dhabta ah waxa kale oo dhan wax weyn ma sababtu waxa weeye bini aadamku wuxuu ka kooban yahay sidiisaba samayskiisu wuxuu ka kooban yahay laba qaybood qayb waa jirka qaybna waa ruuxda waa nafta ku jirta wey qaybta jirka bini aadamka ah waxay cuntaa oy dheefsataa oy ku nooshahay maxay ya cuntada cabitaanka hoyga soo ma ha intaa markay isla heshana waxoogaa damac baa qabanaya shahwaa qabanaysa shahwadii meelay ku gudatay rabtaa intaasi waa baahida jirka soo ma laakiin intaa keliya miyaa baahidaada haddaad intaa besaba ushaqaysa ka war waxaad rabtaa oo waxaad cunto waxaad cabto guri aad degto xaas aad shahwo ku gudato inaad ilmo dhasho inta un haddaad u nooshahay ka war adigii maxaad ku galgadsantin xoolaha ya adigii xooluhu maxaad ku kala duwantin xooluhu way cunaan way cabbaan hoy iyo meelay cadowgooda iyo dhaxanta iyo qoraxda ka galaan bay raadsadaan intaa markay helaan kadibna shahwaa qabatee shahwadii inay isku gutaan bay doonaan bal ilaahay baan kugu dhaariyay adigii xooluhu maxaad ku galgadsantay marka intaaba haddaad u nooshahay soo adigii xooluhu isku mid mati saas daraaddeed baad fahmi kartaan rabbi inuu yidhi subxaan odhaahda uu yidhi in hum ilaa kal ancaami bal hum adallu sabiila gaaladu waa xoolahoo kale bal waaba ka liitaan buu rabbi yidhi subxaana wa tacaala soo dad badan oo muslimiinta maanta intaa uma noolo taarget kale iyo ujeeddo kale nolosha kale yihiin maba jiraba waa ordayaa waa rafaadahayaa waa dhididayaa waa xamaalahayaa laakiin wuxuu u nool yahay waa keliya waxaad cunto waxaad cabto guri aad degto xaasaad guursato ilma aad dhasho bas hor waxaasi hadaf ma ah qayb ka mida bini aadamka samayskiisi iyo dhismihiisii unbuu isku mashquuliyey qaybta ka muhiimsani waxay tahay waa ruuxda iyo nafta wey ruuxda kugu jirtaay baahi bay leedahay ayadaana jidhka ka muhiimsan inamaa anta insaanun biruuxi laa biljasad insaan waxaad ku tahay ruuxda ee jidhka kuma tihi inay ruuxdi iyo naftu ka muhiimsan tahayna waxaad garani ruuxii oo jirhkiisii oo dhan dhammaystiran yahay baa halkan inoo yaalla wax ka maqani ma jiro xubin ka go-ay ma jiro halkanuu inoo yaalla waxaa la leeyahay aas carrada ka hoos mariyay xoolihiisii waa la dhaxlay xaaskiisii waa la guursaday wax qiimo hadda maaragtay loo yeelahayo ma uu jiro lama xisaabsanahayo
war maxaa ka maqan waaka meeshuu yaallaaye ma gacan baa ka go-day mise far baa ka go-day mise indhihiiyo dhegihii buu waaye kulli waa ku wada yaallaa bal maxaa ka maqan maxaa xoolihiisii loo dhaxlay maxaa xaaskiisii loo qaatay maxaa yacni maxaa loo wareejiyo isaga wixii dhanba looga wareejiyay waxbaa meesha ka baxay muhim ah soo ma waxaa ka baxay ruuxdii baa ka baxay hadday ruuxdu joogto waa insaan insaannimadiisu dhammaystiran hadday ruuxdii tagto insaannimadii iyo xuquuqdii adduunyada iyo axkaamteedii ma jirto ruuxdani marka kugu jirtaay ee sirta ah cajabta badan rabbigeen qur-aanka markuu kaga warramayay wayas'aluunaka cani ruuxi qul iruuxu min amri rabbii wamaa uutiitu min alcilmi ila qaliila ma taqaanaa waxay ka samaysanta miyaad sheegi kartaan ruuxdu waxay ka samaysan tahay ya khubarada cilmi nafsiga iyo insaanka ajzaadiisa ku takhasusay waxba kama sheegi karaan naftaas rabbi baa subxaanahu watacaala wuxuu yidhi nebiyow waxay ku weydiinayaan ruuxda ee waxaad ku tidhaahdaad ugu gaabisaa ruuxdu waa amar ilaah cilmigana wax badan ba laydinkama siinay carwakaasi bini aadamow wuxuu ku leeyahay satellite baan samaynay dayaxa iyo waxaanu degaynaa xidigahanu waayahan kusii soconaa haye waxaanu samaynay gantaalo adduunka cidhifka cidhif kale yacni waxa way u kala gooshahay oo meeshaan doonaan garaaci karnaa haye kombuyuutar baa la soo saaray caalamka cidhifkiisa adoo jooga baad xidhiirka saa doonto u samaynaysa caalamkii oo dhan hal tuule abuuba noqdayba oo magaalo keliyaba noqdayba haye waxaasoo dhan garanaya adigu waxaa isku mashquulinayna bal hal su-aaloo naftaada ku saabsan baa lagu weydiinay ruuxdu maxay tahay yaa ma ka jawaabi karaa kama jawaabi kara wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliilan wax yarun balayn waxan waa asraar ilaahay inoo faydayay allah baa kownkan dhigay maalinba wax yar daah yar baa looga faydaya maalin kombuyuutar baa loo fayday maalin idaacad baa loo fayday maalin maaragtay satellayt iyo caalamka hawada sare in la degaa loo fayday maalinba wax yar baa loo fayday markaasaa waxay u qaateen inay awooddooda ku keeneen war waxan waa asraar kownka fadhida wax ka xeel dheer baana kownka ku jira oo sir ah oo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku talagalay inuu u faydo bini aadamka iyo wuxuu ku talagalay inuusan u faydin isugu jira markaas nafta iyada ah oo cajabta badan baa waxay u baahan tahay cunto waxay u baahan tahay cabitaan waxay u baahan tahay nolol waxay u baahan tahay ilaalin waxay u baahan tahay hoy laakiin ma cuntadan iyo cabitaankana iyada la siiya maya iyada nolosheedu muxuu yahay waa tii hadda aan ka hadlaynay al-iimaan waataaca allaha subxaana wa tacaala in la rumeeyo iyo jidka ilaahay lagu hagaago subxaana wa tacaala taasaa iyada dejiya taasay ku raaxaysataa taasay ku xasishaa ruuxdu hadday xasishana jidhku waa xasilay ruuxdu hadday ooman tahay oo gaajaysan tahayna jidhku wax kasta uu haysto ma degayo masalada qasada si kasta haddii xoolo iyo adduunyo lagugu gacan geliyo ha ahaatee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu iimaanka kaa qadiyo oo nolosha xaqiiqiga raaxada leh uusan wax kaa siinin haba yaraatee wax deganaanshaa iyo raaxo iyo xasilooni toona ma hays mana helay kadeed iyo rafaad iyo dhib ayaad dhammaysanaysa waxaad xoolo iyo adduunya haysataba waxba kuu tari maayaan waxba kuu tari maayaan maxaa yeele qaybtii ugu muhiimsanayd oo qaybahaaga ka mid ahayd baadan damba ka gelin cuntadeeda sii oo dheefteeda sii oo noolee markaasaad degaysaa oo raaxaysanaysaa haddaad safaraha ka qaado wallaahi inaysan ku dejin karin adduunyadao dhan haddii gacanta lagaa gelin oodan ku xasilaynin oodan raaxada ka helaynin weliga wax alla waxa yaallo oo dhan keligaa haddii lagugu wareejiyo madaxnimo hadday tahay xoolo hadday yihiin magac hadduu yahay haween hadday yihiin caruur hadday yihiin gaadiid hadduu yahay wax la labista hadduu yahay waxa kownka saaradhoo dhan keligaa haddii lagugu wareejiyo iimaan iyo islaannimona lagaa qadiyo weligaa kuma dejin karaa laakiin hal mid haddaad hesho hal mid allah inuu iimaan run a ku siiyo daacadiisa kugu hanuuniyo kitaabkiisa kugu hanuuniyo sunnadii iyo jidkii nebigiisa kugu hanuuniyo intaa hadduu ilaahay ku siiyo waxba kaama maqna wax badani kaama maqna wax saasa kaama maqna xoolo wax badani kaalama maqna adduunya wax badani kaalama maqna wax weyni kaama maqna arrintaana waxaa dareemi kara ceel nin galay baa laga waraystaaye
xaqiiqadeeda waxaa dareemi kara ninkii tijaabiya. Kullamaa allah aada u sii dhowaatood iimaankaagu sii xoogaystaba raaxo waxaad dareemaysaa aadan weligaa dareemin. kullamaa allah aada ka fogaato iimaankaagu u isdhimana waxaa kugu kordhaya murugta, walbahaarka, xasaraadka, qoomamada, fikirka, deganaansho la-aanta, raaxo la-aanta baa kugu siyaadaysa. xoolo waxba ku waafici maayo, kumase waxba kaaba bedeli karaa. saas weya allah subxaanahu watacaala qur-aanku inoogu tilmaamo arrintaa iyada, man camila saalixan min dakarin aw unhaa wahuwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan tayiba walanajziyannahum ajrahum biaxsani ma kaanuu yacmaluun. ruuxii camal saalixa sameeya isaga oo mu'min ah, lab iyo dhadig midkuu dooniba ha ahaadee, waxaanu noolaynaynaa buu rabbi ilaahi subxaanahu watacaala nolol wanaagsan, nolol dhab oo xaqiiqa ah. maalinta qiyaamadana abaalgud camalkuu la yimid, abaalgudka ugu fiican baan ka siinayna. acmaashuu la yimid ka ugu fiican ayaa wax loogu miisaamaya. bal u fiirsada adduunya xasilooni leh. ibnu kathiir calayhi raxmat ullahi markuu aayadda fasiray wuxuu yidhi waxaa laga wadaa yacni raaxadan aayaddu nolosha tayibka waxaa soo gelaya buu leeyahay, alraaxatu min kulli wajhin, shay kasta iyo wax walboo raaxo keeni kara ayaa laga wadaa buu leeyahy. wuxuu yidhi culimmada qaarkood waxay yidhahdeen waa risqi xalaala inuu ilaahay ku siiyo, qaar waxay ku fasireen buu yidhi maaragtay allah subxaana wa tacaala inuu qanacsanaan ku siiyo qalbigaaga, inuu deganaansho iyo xasilooni iyo qanacsanaan waxaad haysataba ilaahay kugu qanciyo. qaar waxay ku fasireen meehe daaco ilaahay iyo iimaan inuu ilaahay ku siiyo. wuxuu yidhi aayaddu intaasoo dhan waa soo wada gelaysa. wafiicla waa saas, allah ruuxii intuu rumeeyo camal saalixa la yimaado. camal saalixa maxaa la yidhaahdaa waa su-aal. camal saalixa waxaa la yidhaahdaa waxa aada samaynayso in marka koowaad aada ilaahay dartii ula jeedo, marka labaad oo dana kale aadan ka wadan, dana kale kuguma jiraan, magac ma doonaysid, adduunye ma doonaysid, xoolo kuma doonaysid, ha lagu sheego ha lagu maqlo kuguma jirto, allah baad wax kaga rabtaa bas. marka labaad camalkan aada samaynayso inaad kaga dayato nebi maxamed ku raacdo salawaatu rabbi wasalaamu caleyh, waa in rasuulka laga soo gaadhay, jidkiisii uu yahay, qur-aanku sheegay, axaadiista nebigu sheegeen, sidii nebigu inoo dhaxalsiya uga tegay waa inaad u samayso. jeebkaada aadan kala imaanin, wadaad isagu jeebkiisa kala yimid aadan ka qaadanin, ijtihaadaad iyo waxay ila tahay iyo waxay arki jiray ayna meesha soo gelin, waa inaad ku raacdo sidii nebigu u sameeyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. waxaa shardiga saddexaad laga dhigay mu'min inaad, waxaa laasim oo intaasiba wada hoos imaanayaan inaad cilmi iyo garashiyo aqoon wax ku salayso, oo daacadan iyo camalkan aad samaynayso uu yahay waxaad baratay, kitaab ilaahay ka baratay, sunna nebi ka baratay, axaadiisteeda akhriday, qaabka loo samaynayo laguu sheegay oo lagu tusay. leanna waxa weeyaan ma waafajin kartid sunnada nebiga sal alay wasalam camalkaaga ilaa aad baratay. saas daraaddeed baan mar walba waxaan ku celcelinaynaa asal waxaa u ah ilaahay u dhowaanshaha aan u dhowaanayno cilmiba asal u ah. faclam annahu laa ilaaha ila allah, laa ilaaha ila allahu cilmi bay ku salaysan tahay, salaaddu cilmi bay ku salaysan tahay, soonku cilmi buu ku salaysan yahay, sakadu cilmi bay ku salaysan tahay, xajku cilmi buu ku salaysan yahay, jihaadku waa in la cilmiyeeyo, dacwada waa in la cilmiyeeyo, nafaqada la bixinayo waa in la cilmiyeeyo, shay walba waa in cilmi lagu salaysa. wailaa waxaagu wax ilaahay agtiisa wax tar lama noqonayo. waa in wixii wax cilmi ku fadhiya oo cilmiyeysan inuu noqdaa la doonaya. saa markaad yeesho allah subxaanahu watacaala shaki ma laha inuu ku siinayo noloshaa wanaagsan ee uu ballan qaaday. noloshaa wanaagsani maxay tahay walaalayaal? waxaan ka soo qaadayaa hal qodoba oo ah deganaanshaha qalbiga. ilaahay wuu ku dejinaya subxaana wa tacaala, qalbigaaga xasilooni buu siinaya, nolol raaxale baad noolaanaysa. xataa gacantaada waxa ku jira haba isku yaar iska yaraadee, laakiin nolol raaxale baad noolaanaysa. waa nolosha iimaanka iyo daacada laga helo, waa midda nebigeenu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh, wajucilat qurratu caynii fi salaa, yacni adduunyadiina waxaa layga jeclaysiiyey buu nebi yuhi sal alay wasalam, waxyaalaha ududgoon cabarka iyo waxa udgoon baa lay jeclaysiiyey, iyo dumarka
القبوسيجي راح هذا إذا نوح الله يلا الصلاة ده حيث ابن النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيء كان كل راح يستمر كان قالوا الصلاة صوم كان كل راح يستا حج كان كل راح يستا إلهي مركز إسفرتك سبحانه وتعالى وأب الله أكبر تلاهذو حذي قلبك أجا الله كليجي وكتير وكوين يهي وح الله وحي مرقية والبهارة هي الرواد هالمامسة وحد جلس عالم فرن راحة أن رمال لهين معان أن رمال لهين أو عنصوئي عبتان ونك هاجا معان بات جلس لكن نلاشا ميين هاي سناء الراحة ده ولي مرد بميزين يا ولي مرد بميزين مثل واحد ويان كذيت بينو قوتها يعني أفرت رقعد انت اللو تاقين يهبا بردي بينو قوة إيمان كنت ندن بوليه أو معان بوليه سيدا نبي قنو الشيخ صلوات رضي السلام عليه ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان صدح الرماد روحي لحدي سلقه لوي أهادان إيمان كان معان كيسو هلاب النبي رسول الله صلى الله عليه صدح ذا الرماد محيهين صدح ذا الرماد كوح ويان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الله إيا الرسول كيسو وإنا النقضان كو أكتش علي هاي وحك لو تبن حولها هاقا وإنا تكتش عشا هاي حاس كاقا وإنا تكتش عشا هاي عرور تاذا وإنا تكتش عشا هاي نفس تاذا وإنا تكتش عشا هاي الله إيه الرسول كي سوى إني كالو وإن هذا لو كتش على توحكي وحي لما وضك سوى علي فهمت؟ تاما اللي نقوها يا تاما إيسان تاها دادا هيني ووحا إيمانك فوقود الدم إلهي أود معانك يسي أقار الله صلى الله عليه وحي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحب المرأة لا يحبه لله وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وإن الروح تشعلان يو إلهي درته تشعلان سجي خلقك وحا حريرية اللي درتي سبحانه وتعالى أما قبيل إسوكو محره دقمان كوضا لنا إسوكو محرنا حزبي بانو وضا لنا إسوكو محرنا ميدا بانو وداقنا إسوكو محرنا وان وضا لنا إسوكو محرنا دتك وحو كحريرية الله درتي سبحانه وتعالى الله درتي بوحكو السيا الله درتي بوقود ديدا الله درتي بوكسور دوية الله درتي بوكفوغية الله درتي بوكحريرية حريرك إساقي يددك كرح يعني والله درتي ما هي نامي دا يدانا يا ورطان ما هي زان حقا ينو كاهينا صوالي بينونا رير بينونا يا كريه بلي دقمه بلي زو مقاي سني سيبي صلاة دي مركة باعة دي نقود الدمي معانك سنكوه لنا ومعانك هنا يمع راح هذا الله رحيوه راح هذا الله رحي وحويان حريرك إنا قد نحيا وحو كسلي سنيا وحكا لي الله درتيكم مثلا إيماني إسلامي ماكم مثلا وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله قدم كسدح على الرسول كان وحيه صلى الله عليه وسلم وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار ابن نبي صلى الله عليه وسلم إنه أكره يستوي قال لماذا إيا مبادئ إذا كفر وإنه أنعه سيدا أن أبي هاي إن دب هلعي اللي قرده دب هلعي أوه يعني وحوي كل كيماشي وقدم بيسيتشو إن لو بقوري ذا ما تعشى يا سؤات ومن نعبس واحد كان نعبسها مثل سيدا الضبكا إن لو بقوري ذا قلنا عبسها السل لأك وإن أطمع ذا قال ذا إيا كفرقة إيا مبادئ ذا ميينو هاي نامي دانا يا وسينو هاي نوينو كالر دومان ايناي يا وانو كالر دومان اينا من كودي بينو تشعلها تيغان كودي بينو تشعلها luqaddo di weynu jecel lahay la saaxiibidoodaynu jecel lahay waynu isku faanaynaaba inaan xiriir la leenahay inay macnaha wax weeyaan inoo taliyaan oo ina xukumaan oo qorshaha inoo dajiyaan oo nidaamka xaqooda ka yimid ee dimuqraatiyada ay inoogu tilmaameen inaan qaadanaan jecel lahayo inba ninku gaal uga dhaw yahay waaba ka qiimo badan yahay saas inuu rumaysan sabab dad badan baa rumaysan saas baradee baqarkaysan madaxdeenni say ugu kala dhumanahayaan oka inaguna قيل به قيل هي بالقوة الدبية اللي أنو دبنا الله بده فوالس قوة أم بينه نقول نسيت دبنا الله قوة نسيت دبنا الله هذي قال لماذا مرك الله نعلها كفر جا هي بلاد دي س هي أفكار دي س هي مبادئ دي س هذا أن على هيدان سيدا أن عبتين إن دبل يدين كرده والله بان كدرت إله بعدي سو يدين ربنا إله راح ما أبدي على هيدان قلب جا يدين دقيلها وحد هلي له إذا وحد أيضا حتى إذا فهم كرين إنه فكر كيس عاد حيصير جينا حتى نقدر نعكر لكن هو شروط ده ساكوت على نملة ينقص ليه
شروط داسا كوحدا ما لي نقص لي وين فادي النوم على غلي تقدير هدينا هين وإن الأقل الصحي وقالوا ولا ليال ورك مرتدي سوى حول نلش طبطاء ونلش إيمانك يسلاني مدول راحدوا وراحد إيمانك أوكيانوا كحرنا أنت إلهي سبحانه وتعالى حسلوني ذكرنا لطول أما الدنيا ذا يوحيا بهذا يحول هذا يراح هذا يقبل ضلال كذا يسوي الراحة مكانه نين هاي السنة كومت دقنا بلو في رسالة إلهي بأنه يقول داري مركي نرادين إننا قلب بضم بالأمرين خسر بأن نفسي نقلين إنتا تنقوب بديدين هذين نكاننا أو قعنتنا أي صوت قشنا من نين وحين أتهاجنا إنتا حسابين تير سكودر كجو ما أنت محاد فايدي كنكولاتركا حفيزك وراقها كمبيوترك ما بالنصنبا رجع وحا اقول كذيت بضل اقول رفات بضل نمبني كو كحي ولا بضين ما بين بام زوارو يا فقير هذا هاي ارورتي مركي عشاها كبح لابا قوري اقا اتتا وحبا ما هي ستيدي هدا وحا ويا سريرتا اتكتك يوا اتكتا يا حال رصاص ما لكن اضيقا كذا تحفيزك ما انت محال هالمانتي بنقيقا محال كتشيرا بريت محاشقه كوت هلا دايري بوجي صابح بالفيري خو الله واك كملتر كي شقه مسينه إيه حسلوني بس كاجا درن كوحوي حقو فيرنا يا وحي ليه تلو تلو محاد عدونا تلو قارم يكون عاصي دونا تلو ملوس ورد عدونا وحكيف لي سنين حلال هيا تلو عاومي يسوق تقول سجل دون تاع تلو من النظام كان يدولد دنا إسبدلي دون تون النظام كله صعب إيمان دونا بقى تلو حال كاب ومحن قن دونا فكري والبهار بودا ما يصير يا أذكر لكن وحوله من دون المامير كهيسة واتسيحا واتسوسوسي واتعبادي سوى النصنطة هاي خلاص كيد عبا بها يستطابه والبهار يلي بكم هاي كاسواك هاي واكيك عندي زي كتب من نصطي مثل من نصني يا من نصني محولنا سوى إلهي من كتل قلن سبحانه وتعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم هم كافرون بالله سبحانه وتعالى وحب حوله دي عرورته دي إنك أتشف قليل ألا وحيو الدونية حوله دائية وحا أي هيستان إنو أدونك كو عذابه حوله باب عذاب لك قد قيا حوله دي بان قو عذابي كدبنا إني النفط كبح ضعيقه قالع خساري قوين أنا مركا إيوه إذا حوله بالك كو عذابي وإله سبحانه وتعالى عقابها قد قيا فمرت أولا لي ساس برادت بان نبي قلن بحوري صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى فالفيري حديث مسلم صوصاري من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص النبي صلى الله عليه وسلم وحى ليباني روح إلهي إسلامي مسي ليبان تسكو كرها ميتور إيمان إسلامي إلهي سي كدبنا الدنيا ذا كجا إرزاقي وحوغا كفلا إلا هذا كابضة آخر هذه مهمة دي لقوقوطة لقلبية كسيتينيسا كامشغول نيسا وحوغا كفلا بين آذن كبرية دي سوكا كفتوم إلهي سي انت مركوسيين الهي كو قنعيي او ايمان كو قبو كو دغن صدخنا ارمد روحي الهي اسوغو درو النبي كو خوري صلى الله عليه وسلم والي باني صدخنا الدنيا كراديه كبدن هداس كدونتان ديب ام بدرتتين او لوغينا كو دورت وا صدخله ايماني اسلام ما دمهستيرن الهي باعد صلوات و خوغا كوغو فيلنو بني ادن كبريديس كغا كافتم تصدخات انت الى كو قنعسنتو ايمان كو قبو انت اله تيسي كاكا ايمانك الا وحوه يسيد النبي صلى الله عليه وسلم يعني انما ليس الغنى من كثرة العرب ولكن الغنى غنى النص يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اها هو دمتني ماذا يدقنان شها قلبك ما اها حول بدني ما اها الدنيا بدني ما اها لكن يعني وغنها ايه هو دمتني ماذا يدقنان شه وان الهي اوكسيه قنع سنان ان الهي قلبك قنع سنان كليه ايماني اسلامي اوكسيه وحوغاغا يركا الله سبحانه وتعالى كتصو الا ان دد بابا غاجا اركو حديثك ابن ماجه سو صاري رسول كان يرسل الله عليه وسلم نينكي مروكتيسي والبهاركيس الدنيا كوضا ديغا صدح الرواد بالله سبحانه وتعالى ابال او غديغا نينكي مروكتيسا اخر اسوغو غينا صدح الرواد بالله ابال غد او غديغا سبحانه وتعالى ملو في صد نينكي مروكتيسي والبهاركيس الدنيا اسوغو غيا ربي صدح الرماد بو أبال أقرد لك التكوبة دي وحويان
أرميه سالك كلا دادية فرق الله عليه أمره إلهي أرميه سواك كلا دادية طلبادي وحوي وجعل فقره بين عيني باهدة إيا قاشدة إيا نوحة لغا سارة لبدا إن رد حضوب قلبه اسمر والبواباهين ورحولها فرحة بدا سومالي ورلوانا بقول بابور سوادوك ملي ورحولها الأكاونت يوكتر سوادوك ملي وروحنا القرية سوادوك ملي وقاشيسين قاشو طوالد وحي لهذا قاشدو ضدك قارنا إيادا أركسا قارنا إيادا أركسا يا ما إني كو أركتا درن نسينا وضو أرك يا كي درن إنا وضو أركتا درن يا إني أضو يدو إني كو أركتا رول لكن هذا أضو أركتا أم أقاشا أم أيكو موقتو ولقا دقمي صح الله سبحانه وتعالى مركو سويلية فقرك إيا باهيدة بولا بضا إن رضح لوضا كساري قلبك يسد قنا شوما ساعة إتاهي هدارة ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له الدنيا دا أوصاء النقضينا إنتي لوقري وحكا بضن كهلي ماي وحي هري لوقري كباب بنت حداد قالوا ذو الدنيا أكفر ذو واختك أقولنا كب إيسو هبينك يردن أكفي كرتو إنتي إلهي كو حريقي ولا إن أدن تانت لافين كريم أحلاح يسليب المركز يا ننكي آخر والبهار كيسا كالدقاء والمحا آخر كويان محا تشقيستي محا إيمانا محا عمل صالحا ننكي مروكتيس آخر كالدقاء صدح رمضو إلهي السياس سبحانه وتعالى كوحا أرميه سي إلهي بأوروري السقوحة كاتشي حركها الله الحدا والله كالمين تلوات وجعل غناه في قلبه قلبك نفضم سنمية دقنا شاء إلهي أقل يا سبحانه وتعالى تصدحات وأتته الدنيا وهي الراغمة أبو نبي صلوات ربي وسلام عليه الدنيا وحي الله قرينا أيضا صنك كطلا أمبرياء هين بأيو إمام أبو نبي صلوات ربي وسلام عليه يا بل ماذا شدونا اللي يلو في رسول وشد استقرنا وضا قضح إيا الرفاد إيا القاشو إيا الرفاد إيا شد قناشو راحو حسنوني كلا دورتا مرك كلا دورتا وحن كسو قبقبين يعني وحو كلمة ده وحن كسو أرورنا يعني خيار كنيه دورشه ده ولا ليال هنقضو اني نو دينتنا ادو غمرغنو ايمانكي اني نو كمرغنو اخرتني اني نو كول بهارو فكركنو انو حق اوبتو ما هيلي راس مالك وا دينتا نينكي دينتي صدعينا وا خساري الدنيا روحو كو تريمي ربيكن قرانكا و خي انو يري يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وموعظه للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وارضضوا وحا إذين تمدوانوا حق ربكم بإذين كتن داوى إذين تمد قلبي يدين الداوين يا حق ربك إذين كتن نحريس يهنون مؤمنين تياؤ دين مؤمنين تأوى حق إلهي بكتن مدى حق إلهي كتمد قل بفضل الله فضلك إلهي إديم وبرحمته إيا النحريف سيسا فليفرحوها كفر حين برب سبحانه وتعالى هو خير إستقى كخير بدن مما يجمعون وحي أرورنا إياه معيو كخير بدن إياه وحن أرورنا الدنيا دان طبعين وحن إنه كله قصنا معا كخير بدن هنون كحق إلهي كيه نحريف سحق إلهي كثير شفاها إيا داودا قرآن كإيا سنة النبي إيه الله إنه كان إيبا كخير بدن تاكو فرح برب الله سبحانه وتعالى وإذنك أركي شلمات مالينك فائدان فرح ذا للك شوقي صوما فرح ما نتوح وقال صوما يعني واحد صوما عاشو فرح بوسا للك شوقي وارتاس واحد لقو فرح أمي واحد لقو فرح آيات قرآن مالينك أدبرت تاسا فرح لي صلاة إلهي مركو قوى فتشيو تكتو أيال فرحا مركات إلهي أو قوى فتشيو إناد مجلس علمي فريسطو واختكو قادة تالا فرحا صون مركو إلهي قوى فتشيو يالا فرحا دينت إلهي سبحانه وتعالى إيمانك على مركز كبعسه فليفرح تاه كفر حين برب الله سبحانه وتعالى أيضا مضان إنه كفر أما وحنا بغرورنا إذن كما شكول سنتين تاسيادة وحويان فرح ساسا ممنا ولا ليا المركة إنه دينت إنه كد ذاله تن وامضة إنه كتك إنه سوى حقيقة ما إنه كتك إنه ما شكوا إنه كتك شكي إنه كتك إنه كتك إنه حيالي الشرق ولا عليهم كتك أو أيو يمكن يأويدهم كتك أو أبياشهم كتك إنه هو إنه كتك إنه
لكن محاك كا دنبي محاك قبري كوغو سوغي محاك نولوشا دنبي قيامة كاغا هوري مدى ويمدى حقيقيا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون بالله سبحانه وتعالى دارت إيا الدقمدة آخرة أيا وحي تهي نولوشا قبتا هدي أوجيهم بربي سبحانه وتعالى نولوشا قبتا ومدى آخر مدى الله كوار ديال وعيار إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله والرضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وألا بيرسوك السنتي وعيا عيار ووحل قضاء عرص عيارك السمين ألا مالكي صبح دي مركي بحان وقريها كبحان ويبنان كأو بحان وحي سمستان وحي لا يكون عيارا كضاهان وقت كل عصيا سمين ألا هالقرية لسه هيان حوالي طبع هيان يعني وحوي قبل يري يري إيو ويل الإسقابي سمين هيان يعني وحوي عرور بالا بلا هيا الدنيا طبعا ماشى كل سمين سما لكن مركي قرحة كل لا تو برقن كيل لجارو وحي حاجة كده بي يا سو كمان إيمانه كمان سو هو يني تبتها وحني ووحى بول الخير يركين تسلسينه إيه معناها قريها ويلش هي قبلها أن يسجل إنه سارتار إنه يعني برق كيف كان غاضب والله لا ابن ولا هم برب كتب الله سبحانه وتعالى فاني السفاني أنا كاح على بطني أنا كاعرف البطني وحوقا قرقرح يدل دلالي انت سو بريت اللي قتك دورو مرك الروح عقلي قاله قرشد له وحوي سيدا الروحي أفهمه مهمتك أبارة للشا حقيقي الرادية الدنيا دنا أنفع إذا آخر يوم أنت قيام ذا إذا أنفع دون إن شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى وحوي دي سنة إنه هو أنفعه وحي قفنا الله سبحانه وتعالى ونور نافه وحي ثوابنا إله سبحانه وتعالى أشر نغسيه إنه هنا أنفعه كلمة إذا هذا وبالله التوفيق وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويل مهر لغولي هاي او عن وحواهي سان دينتم حيث قبطا الله سبحانه وتعالى وفقران كويل وآتوا النساء الصدقاتهن نحلة ضمك مهر كورسية ايضا استسماء فوحي له سبحانه وتعالى الله اقر شيء واحد اضوه كنت فضولي سماء تفضل الله حوالا لقوق لي يحيو ساس دراد دي بسيدة اقول لك ساها بضان يسيقو قدي كرتان وينا دي سيقو قدان مهيركا كبه فمالي هدين الله خلط كينو قبل وحا كم ذا عادة انواع نينو كو انو لنتم وياني انو سنمهير ببحن الله اما واحد مودي زان انساء وقول مانا يولا اذن كسامحي هواني في عانو اذن كسامح دون الهي انو اذن بحيام ويهي ولا إن ما ننسى قيامة القرط اللي إذن قبلي فهم دين واي حول بني آدم واي حق بني آدم واي هذا إيهو إذن سيان قاتب على الله سبحانه وتعالى فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا هذا إيهو إذن سيان عنا قاتب وإذن بنان أما هذي كليتو سي دين هذات كل متنا سيد النبي كسب صلوات ربي وسلام عليه عمل كاجا أشر كيسي ونبع لقاع اللقية إلى الدين ثلاثة ودين تمهير كامل قبلها مركز دين تأهر مريء وحن إلى مهير كأهر مريء وهذا ميشا كل يدي كرتين هذا ميشا كل يتم بافيع مركز مهير سبع إن تكسي صافيع وإن كوبية لأن هذا يكوبية لتو الدين كوبون نقطة وإن تكود هذا شتات تكبر حلا هذا فقير تو وحبا هذا نهي سنين دلالة الله سبحانه وتعالى روحي الدلالة بضنا أي كطاعه رب سبحانه وتعالى وكبر ديا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين هكرني نوع هذه هجر بح مركز وحي تفرت هذا بإذن الله وكل من سبحانه وتعالى وبالله التوفيق. سائل كان لما دود لي هاي مشرة آيات أما حديث تلمام يا شن كمؤمن كائنو شن هذا قبل هاي شن كيدين تصدق هذا ما قال لي شن كشن هذا ما قال يا آيات تلمامي سورة الرحمن سورة الرحمن آياتها كسو عروري آيات اللود لشدان فحي إلي سورة فبأي آلاء ربكما تكذبان
جنك إنسك بل لك سهل لي مركا ساوحا ليل ولمن خاف مقام ربه جنتان مركا إن الجنة قليا المؤمنين تجنك أي لود لشدا ساسان الصوابة ساسا الصوابة مؤمنين تجنك إن الجنة قليا قال ذوذنا إن قال ذبني آدم كا لميل قليا ونار توذ قليا وبالله توفي كيف كنت لود لي هاي شيخ وهديق وفو يعني دقال إيسو آدم ودون يئين نفس يقشره مركا أنا عن صلوه رمره شرعكم حق قبل وأنه عن كشره هنا ورث النفس ابن آدم كتلك يدوحسن الماء مركا كوبات أما مسلم ها هذا أما قال ها هذا هل قال بل أقول يعني الدلو وقال كده قال كده كده حيو حتى قال هذا كلا بلنط إذن كده حيث إنه دشان لما أقول نبي قال نوح رسول الله عليه وسلم إنكي قال دي له بلن مسلمين تكولت شرا ما ننت قيام هذا الشنة ده أركي هذا مهل نبي صلى الله عليه وسلم مسلم كدل كي زنوا بكتش حسيران وآيات ربي وقلت المامي سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ولين صلى الله عليه وسلم روح مؤمن الروح كسؤد له أبالك سوى جهنم وكواري إلهي باء عراضي والله لعن لي عذاب وينه أدياري حديث نبي قلنا كسو قلنا وحو ليه الله سبحانه وتعالى إذ كست توبدي سواء أقبلا روح شرك كل انتي أما النف معصومة انتو دي لدينتي مويه انت كالورد ان إلهي توبد دواء أقبلا سبحانه وتعالى يعني دمي داف وو دمي دافا مركا ما سهلنا سهل سهلنا وحاسميت هدي لو صور وان كان قاعدة ان ايضا لفتير هذه فتنة هي حل فتنة أي تاجن تها أي فتنة الصومالي هذا دجال لذا إيو قبائش إيو واحد يسكتوا لي إسلامي حل النوع عسي مال نوع سوك له هذا شوكته وحافي عن إن آذن إصدفاعنا لقديله النبي صلى الله عليه وسلم وحول در دارمي أبو در يا صحابة وحول در دارمي فتنة ومركي بعده أو مسلمين تصف إسقاطان كن كخير ابني آدم بن نبي صلى الله عليه وسلم آذن لبدي ويلة أورلي ميت كودي خير كبرنا النقاء هل قدله بدل كده وحدي لله يجب نبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى وحدات كعب ستب نبي صلى الله عليه وسلم سيفتا سيفتا حتى مارسي بلغ ذاته افتين كذا إنه كلمه حدات كعب ستحتا اسكدت بنبي صلى الله عليه وسلم عليه فرسوها قدله يسونا النار تو آلي أدوغنا شنادة آلي واحد لغا في سنوين كتاقيه ساسا في عنه هذي آذن وحا كودح شرين شقنا آذن كولا هاي لغونا أوغي هاي كوريغا غاد اسكتشوكتا كما قيب قادتت والغو صدوم والغا قردرين ظلمي غانكو مدح شرتت والغو دفاع اكرتا وامدو نبي قليه صلوات ربي وسلام عليه من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون نفسه فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد بن نبي صلى الله عليه وسلم نينكي لديلو استغو نفسي سدفاعي حوله سدفاعني خيركي سي عرضكي سي شرفتي سدفاعي الروحي لديلو شندو آده يا ابو نبي صلى الله عليه وسلم عليه وشهيد مركا حالت دا ايضا او يكوب انت سائل ويوات فعل انك محافي عن مين ادتابتافي عن مين ادشافي عنه دسكعلسه لكن وحا شردي او لغا مرمانا هدي او كاغت شوقي كرو انا دسكريح له وانا اذن دي الكوب الله دي كل با حالة دا اد كوهر استاي كرتس او قفض وانا بقابل حوغا هدي او فرد كاغي استاي كرو من دي ها قليني من دي ها دو كاغي استاي كرانا حبادها كل فن حباد دي هادا لوك تشبين كرتو او نعي كرانا مدا حاكا كل فن كاسال دونا يا إلا المهمة دو ماها إن روح اللي ديلو مهمة دو محايتا هاي شركي زينا تفعلي سوما سوما سيدا أغفو دو دي مركا أوكاقا عشامي كروا الاستعواز سمين كرتا وانا استعمالي كرتا أحاديثة النبي قانا اللقفة ميا بل كو عضو معنا كو تصيصة وبالله توفيق فضلا قفا المسلم أهين والعقل وقضورنا يو وحمقود درسان كرا تصدقنا ينقون كرتا
ma sida fiican mise ma banaanta labay kala ma banaanta haday tirada waa banaanta ma banaanta haday tahay way banaanta ashirna waa kihi rasuulkana wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam fi kulli kabid rabbat sadaqatun min ajrin wa ajrun beer kasta oo qoyan wixii la geliyo la siiyay ajir baa ku jira buu nabi sallallahu alayhi wasallam oo hadii eygii diintiisiiba ay janno lagu galay gabadhii zaaniyadday soo garamaysaan ee ceelka intay u gashay eyga oo ma warabis ee ilaahay ugu shukriyo jannada ku geeyey soma garanaysaan eyga iyo doofaarka iyo xayawaanaadka iyo insaanku waa kasii xagjira xataa hadduu gaal yahay waa kasii xagjira samafalka loo galay ixsaanka loo galay ajir waa laga helaya taasi qaax amaa maxaa fadli badan haddaad iweydiiso jawaabtu waxa weeyaan walaa ya'kul acaamaka ila taqiyun buu nabigu yuri salawatu rabbi wasalaamu caleyh cuntadaada yuusan cunin ruux aan taqi ahayn xataa muminiintii baa lasii kala dooray oo la yidhi midba midku kasii taqwo iyo cibaado badan yahay cuntadaada iyo siismadaada ha u baso taa waa xagga ajir badsi haddaad u jeedo ama ma ii banaanto ajir ma ka helaya haa cid kasto wax kastoo nool oo noolaa ood wax siiso ajir waad ka heli insha allahu tacala wabillahi tawfiq saa'ilkan kale wuxuu leeyahay sheikhow haddaan ku baxo sponsor u s a ah lacagta aan soo shaqaysta ma ku xajin karaa haddii aadan weli soo shaqaysanin joog hadaadan weli aadin ha tegin lama ogola cayale beddelkaad ka hadlayso lacagtaan soo shaqaysan doono gubadkaan gubi doono intaad ka hadlayso waxaa ka horeysa inaad tidhaahdo ma ii banaanta sheekhow u s a inaan aado soo kama horeyso laakiin soomaali baynu nahay maanta su-aashaas inooma taalo soo ma sheekhow ma aadaa ma aadi karaa meesha inooguma jirto laakiin maxaa meesha inoogu jirta lacagtaan ka helay sheekhow ma banaanta aad baad soo weydiinaysaa marka ha aadin haddaadan aadin haddaad aaday oo soo shaqaysay oo lacagtii ay hadda jeebkaaga ku jirto ma ku xajin karta meeshaad ka shaqaysay bay ku xidhanta oo doofaar baad ka keentay mise khamraad ka shaqaysay mise waad khayaantay oo gaaladaad u tagtay baa intaad beena u sheegtay oo wixii soomaalidu ku dhaqmi jirtay ee beenta faraha badan intaad isku isgelgelisay baad saa ku khayaantay haddaad meel xun oo shareecadu aynan ogoleyn kasoo shaqaysay lama ogola waa xaaraam inaad ka xajiy iska wadhaafi xataa ma cuni karta meelna ma dhigan karta haddii aad meel xalaala kasoo shaqaysay ood xamaalatay oodan khayaano iyo been aadan marin si cad aad ku shaqaysatay waxa meeshaad ka shaqaysatayna meel shareecadu ogoshaya ay tahay hadde markaasi waa xalaal waa xalaal waad ka xajin kartaa waad cuni kartaa waad sadaqaysan kartaa insha allahu tacala wabillahi tawfiq saa'ilkana wuxuu leeyahay ii sheeg shayga ugu fiican ee rabbi aan ugu dhawaan karo nabigeena waxaa la weydiiyey sal allahu alayhi wasalam ayu alcamali afdal camal la sameeyo maxaa ugu fadli badan oo ugu fiican iimaanun billaahi buu rasuulku yihi salawatu rabbi wasalaamu caleyh allah oo la rumeeyo iyo iimaankaaga inaad kobciso maxaa ku xig baa la yidhi nabiga allow oo soo raaca jihaadun fii sabiili illahi buu nabigu yihi salawatu rabbi wasalaamu caleyh jidka ilahay lagu jihaad maxaa ku xiga baa la yidhi nabi allow xajun mabruur buu nabigu yihi salawatu rabbi wasalaamu caleyh xaj lagu baarinimo sameeyo shareecadana waa fajiyay marka maxaa ugu fiican haddaad tidhahdo wax ilaahay loogu dhawaado iimaanka waajibaadka shareecada inaad gudato salaada ugu horeyso yani waajibaadka soonka haddii lagu yeesho xoolahaaga zakada ka bixiso xajka inaad soo gudato acmaasha diinta ilahay u shaqayso acmaasha ilahay kuu dhaweyna subxana wa tacala wataa wabilahi tawfiq saa'ilkana wuxuu leeyahay haddii gaalada xiriir uu naga dhexeeyo shaqo waa uu xanuunsado ma soo booqan karaa hadduuse dhinto tacsidiisa ma ka qayb geli karaa ma soo booqan karaa jawaabteedu waxa weeyaan haa bal inaad soo booqataa fiican weliba iska soo booqasho maehe inaad u soo booqato inaad iimaanka u bandhigto ood islaamnimada u bandhigto ood isku daydo inaad cadaab ka badbaadiso naftaa sii socoto rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wiil yaroo yahuudiya u shaqayn jiray wiil yaroo yahuudiya baa u khidmayn jiray nabiga sal alay wasalam wiilkii yaraa yahuudigaa baa xanuunsaday nebigu wuu maqlay wiilkii inuu xanuunsan yahay booqashuu ugu tegay nebigu sal alay wasalam markaasaa nebigu markuu u tegay wiilkii oo naftu hayso buu wuxuu ku yidhi allah rumee qul aamantu billaah qul laa ilaaha ila allah buu ku yidhi laa ilaaha ila allahu dheh
ويلك يرى أبيه أكفر إيه بفيريه فويل يرى أبيه بفيريه فلينه أو أقلي هاي إن كلاسه مركز أبيه وسويلي أطع أبو القاسم يال أبو القاسم وركي كبير ويلك يرى مركز وسويلي لا إله إلا الله محمد رسول الله مركز النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذني به من النار الحمد لله الذي أنقذه بي من النار وحمهت إسكال الله سبب إيقاتي إنه النار تكبت ذلك وفي ووقت أغير صمع لا إله إلا الله ونلوشي سميشي وقدم بيسي انت أصبح قلت نبي صلى الله عليه وسلم شيء إنه النار كبت ذلك شدد مركم حيث هاي النبي قويل كيرا يهودي قواب وغضي فات بغن كرخمت لكن مدها هالمام من إنسان بوغتونها اسكفتوا النقنين أبنك إسلام نمر خيرك أبنك توشيسك أبنك إلهي وحال قيابا إنو قلبك يسسولحي وصوكا قلقوا إنو تشنقل يا دعكري طيب أما تعكيدي سملك سيجيلي كراع مسألة داس تقريبا وحي أبهانتا هاي فيرقوني إن لغو فيريو قرآنك وحا قصة أروري ربي سبحانه وتعالى نبيك سأقوي لبنك كهل لي منافقين تا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره حلو إليه إنهم كفروا بالله وبرسوله من رسوله وماتوا هم كافرون صمع الله إيه الرسول كيسي بينيين ككفريا أيقو قال أنا وايد إنسان قبور تودا هتاقين هكاق يبقلن بالنبي صلى الله عليه وسلم هدي وحك لو آسل لواي واتو آسكر سيدا النبي صلى الله عليه وسلم أذيركي أبو طالب مركو إنسان وعلي بن أبي طالب إنتو أدري أويلي كع أذيركا قال كهوارد تيسو آس تكوير النبي صلى الله عليه وسلم ورك آس وحك لو آسا ديلوي ولا سو آس كرا أما تأثير ما لقيت يفقلي كرا ومسألة أي علماء قاركو ديديه النصوص تسانا لو دلي شنيا إنا لسي كرينا خاصة ما أنتو انشوني حيلي غني يوضن كان أنشوني يوضن ماذا قال هذا تأثير قال هذا مركا لديك يو شركيات إيا قال لما فربنا بيسميان سوساس ما adigi meeshi hadaa tagtay duqusti iyo wixii la sameeyay iyo gaalnimadii inaad ka qayb kasto ku qasbad hadaan ka qayb gelin meesha inaad taagnaato ha wada raayis leedum haayid quraanka yaani markaad aragto ilaahay aayadkiisa lagu kufrinayo ha joogin baa lagu dhimash soma meel shirki iyo gaalnimo ka dhacay hadaa iska taagnaad ma soconay ma ka tag hadaan wax ka qaban kareen marka qayb galka yaani wax weeyaan ma haboona ma ficna ama booqashada marka waxaan u sanay in la booqday way yani banaanta sida hadiska ku tusay ilaa jo saaxiib ugu leeyahay waxaan u shaqaysaa kombiyuutar qiyaar bay ku ciyaaraan lacagna aan ka soo qaataa marka ma ii banaanta maxay yahay ma garanay kombiyuutar qiyaar ku ciyaaraa bahar geeyin kombiyuutar geeyin عيار حول الله قاعد نمشي عيار حول الله قاعد صورنا وحرام وحياة الوقت بين آدم كين للدلاء معه النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني روح إسلامي ونجي سوحة كمدة وحن سعيد كشرين ويسقط عيار يترسمه وحلو قاعد نكره إسلام كوفي أنشري لا سبقة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في نسل أو حافر صدح نساء أفر معنى هذا محويان وحوح لغوقة سوء عيارة ترسنة مجشرة إلا إنه يهي فردها ترسن كوضة كلمة يجيلة ترسن كوضة يتوب لي صدق توبت المركة معناها اللبراني شيش مركة اللبراني يستقن صوت محويان إنتو بمقاسد أن عيارة هين باكوش شيشكو محو خدمينية جهات أخذ مني يا صمت طيب فرضونا واحد أخذ مني يجيله يبنوا السكن كذي اللي قدك قال ما قوة ويقوة مركة واحد ويا سرطن كذي عيار صدي واحد وكلا قاضن كرة أما عيارهم بنوني قئيو باش انت أتوش أتوكو جسال محل بايضا يا بوك بي على متبول تا إيو شحدة إيو باش انت سرطن ليلة هذا إيو دبلد إيو يعني واحد صور من واحد وكلا قاضن إيو خمار ما يسيروها واحد بنانا ما هشرع بكم موقع وبالله توفيق سائل تروح لي هاي وحن طاغيرا
سيارها كبدا عصا ايو كي مركز دمبي ميريس وقاري شواب سيد واحد ويان اذن كي اذن كم وخصائيني خلطانتا مثل هذا صوبا او خلطان او محاد يو كي يو يو كي يو معنى واحد ويان يو اس اي ككلا تاقيري والا بقى لي يا وحن معنى لهين او بود بود هاي او قال اسقاويسي يا او حرك خن عيطان هاي حرك خن الهي بان قد ديري ان آدم كاكي تنايا كرامات هلاي الهي مهمت دا كو ابو ري قيمة ها كوي يلي مسلم كاكاد ديگه ايمان كاكاد ديگه حرك خن هدا قالت دبا ارديسو قاقا وناسقا كاكاد ديگه ارتسو قيمة ها كميش الميال وحب قيمة على مليه بل ودو ماشا اني كاكا شان ادو ليدتا ما لا بدهم بالود وكشا لكن بالود مالك حاجه شمال هسوي marka salabaade meesha ku tirtay wax weeyaan walaha aasiinaysiye jacaylka aasiinaysay iimaankaaga islaamnimada abdu khatar gelinay ruuxu dadka uu jacel yahay nabiga sallallahu alayhi wasallam baa wadiyay rasuul allah waxa leeyin nin baa dad jacel laakiin waxay sameeyaan aan sameyn karin oo gaadi karin ka war al mar'u ma'a man ahabba يوم القيامة ابن نبي صلوات ربي والسلام عليه روح عبدتك وتشعل يهبو مالين تقيامة ميل لك لياء تيمك يوكي هذه مالين تقيامة النار تلقو لك يكور يا تيمك أبتاقير سنتا إلا هو قال هذا إنا قالا هنا وقوة إسلام ما شهيقنا يو فاسقين إيه شعيلك قلبي قاقا قليا ساقير هذا أبو هيساي haddii sabab uu noqoto maalinta qiyaamada in lagu la soo xashriyo oo lagu la keeno oo naar lagu la geeyo khatar ma dhalinyaradeeni loo baahnaa inay u fikiraan ummadan gadoonsay waxa idiinta la bulshadiina baba aday sidaad u noolayn lahayd waxa idiinta la mustaqbal aakhiri inaad wax dhisata inaad rag iska celiisan oo adduunkan maanta la qaysanayo inaad miisaskiisa wax ku qaysanado xaqiina dhacsatan ba idiinta banooniga tushina lagu ciyaarayo inaad fahantaan iyo ciyaarta socota loo baahayn qasbiga iyo maskaxda laydin kaga duulay iyo haysiga laydin haystiyo gumaysiga macnawiga laydin gumaysanayo inaad fahantaan ba loo baahayn laakiin waxaan macnaheyna dadku wareegaysataa صوح معنا الله معنا ولا غير يا أول رجل اللي يرضى صدق يا تومين شير إسمه آه فواحد لو في دي بيشير عيدا قل أو أبو بكر يا عمر يا كوتشر إنه هو جابي صدق يا تومين شير مركزه أنتوا هلك كحي الروم كسر دجال بس أو فرس لسه دجال بس شير وويل صدق يا تومين شير عيدا هو توه صدق يا تومين شير كم أنت شو جاي وحر لقلا لوح الله يسلم لا بضيع soosasba marka dhalinyaro meesha suugtaan aynu kor uga kacno caalamkana aynu fahanno risaala aynu leenahay risaalada aynu leenahay aynu gudbino caalamka ka gabno laakiin yeynan waxaan macno lahayn laynugu maaweelinin waxaan waxaa loo keensaday in laynugu dilo maskaxdeenna lagu qaato waqtigeenna lagu qaato xoolaheenna lagu qaato inta unbaa loogu talagalay wax macno le maaha wabilahi tawfiq وقدمت لي كما خلال هذا الشيء وإلهي درس المنطوشة سورك كاميرا ذا وصوك ذا قليا قعمت لغو سورا يميت كاميرا ذا لغو قاضة واسكو ميت نبي قنا صلى الله عليه وسلم وقول لعنا ذي ذاتك واح سورا هل ميت بيك سورا ذا علمت waxay ka soo reebaan hadii ay tahay sawir laga marmi waayo sawirada dokumentiyada lagu qaadanayo waa laga soo reebaa sawirada waxaa laga soo reebaa cashaladaha diin ahaan dadku uga faa'iideysanayaan oo lagu gudbinayo duruusaha way ka soo reebaan waxay ka soo reebaan sawirada daruuriga ee laga marmanka waxa iyagu asalba aan ku jirin oo ka reeban oo aan iyagu nahyigaba galaynin ba sawirada waxyaalaha aan nooleyn
للجيلها إيوه يعني بورها إيوه يعني كريهها إيوه مجالوين كي قوات الكبرى أي أما النورها ويوح على جهله نوره سو الرضا مركا أصل كده وحرام قادسان كده أما كاميرا فقط أما قعنت كصور نبي جمك القادم صلوات ربي وسلامه عليه لعن الله المصورين أبو نبي صلى الله عليه وسلم قوة واحد صورة لعنة بينها كل بعض نكي إلى هذا قوة يعني كاميرا بالو قادم كمشي راي ماشي لقى قصاري بالو بهين اللي نصور باله صور ما حجاب لقى قصاري مرك حجاب النبي وكوي لقوة كاميرا بالو قادم موية حجاب طال مشي صور كان صدرات وين لسكداي البندا من يرضوا أي صور رضوا كوه يستان صورة كوغوي خاصة تكون لها كاكاون بحثي ورسلان بني رضو وياه البندن أحد أركيسان لها كاكاون إيا قشن وكبه قريبو يالا ملايسي إلهي مسوك شو سبحانه وتعالى قري سور نحيان أما أي وكوشرة سيدا النبي كان قصر صلوات ربي وسلام عليه سور رضا نوع عصوك الله أمرك الله وبهنا سكد هاي وسكد صورة لبو حوي نغاها يستابة وبلايو وياه لقو إبسليسين هايو سكة استعدادو دادا شحتا شورنال غوريغا لغا واي ماي دحيال او سوور كويا صبا لكن انسان ذلك نو ان تدان وخي لغا مارمي وايو سدا سوورداس لوغو سميسنايو دوكومنتيادا iyo باسبوردada iyo kiban dhooyinka iyo sidoo kale to sawirada matana waxa weeye yaani cashiradaha la duubay diinta lagu fidinayo kale to waxyaaba noocaas kale ma wixii kale to illa iska daayo waxa kamida kuwan aroosiyada la duubay aroosiyada la duubay waxa ra sawirka laga qaaday waxa ra حتى هدير فكرية صلاة ضوبة يومي دمر ورقة ديس كبدا رقية دمر كل احتير ديس كبدا ناقا قاونو الله ضوبة يورقة ديس كبدا ضوبست اللفت يدا الله يستا حيا لوح فايدة وكتير سمان محان فايدة وكتير سهاد هدير الله صوت ضوبة أروس كلاعة هي محان لقا فايدة سنة هديك هداد ضوات محاك فايدة سنة يا شيخ وحارنا هنا أن أروس كالضوبة الله محاد كوبحو كوتر يا ضوصي حسوسة طيب هذا حصوصة محاد فائدة حصوصة فائدة ما هي حصوصة محاد كم فائدة ما عمل بيكون فائدة سيء ما حوالي سوسة وكردة سيء ما وحبات كم فائدة وحماذا كم فائدة ساس درادة وحما عنا يكون فائدة ملي وحما عنا يكون فائدة ما شكته وانا أسأل كيدو وحرام وين يسكد دايوه إلا يسكد دايوه خاصة نظيف دمر كتشيران دمر كيو خاقاون وحي بابا نايك لصوده ninka waxa ugu daran naagtiisi oo qaawan intuu kaamera ka duubo ama rag inay ka duubaan oo galaado hadana meelaha lagu daawanay waad yuus mika tayus waay maxay nabi geena wuxuu rasuul sallallahu alayhi wasallam saddex sanada ma galaabo nabi sallallahu alayhi wasallam saddexda waxa kamida mudminul khamri ninka khamrada cabba ee khamrada cabitaankeeda daaima iyoo mannaanka wuxuu bixiyay ninkii galad ku sheegto dadka ku galaday waa riwaayad kale wacan ka saddexaad nabi guxuu sallallahu alayhi wasallam wad dayus dayus kii nabi guxuu fasiray wuxuu waa ninka reerkiisa xumaanta raaliga uga sanada ma galabuu nabi sallallahu alayhi wasallam naagtaadi oo qaawan oo shaydaankii loo soo geliyay shaydaankii taajka inta loo soo geliyay la sawiranayo hadhowna meelaha laga daawanay raali hadaas ku noqoto dayus ba tahay dayus nashanada gali maayo nabi maxamed (saw) sallallahu alayhi wa sallam asrar la taab ha ku asrarato maxaa rag kale indhahood u qabanaya niyadan qiiro lahayn oo masayr lahayn naagtaadii oo qaawan markay rag kale indhahood ku dhacayaan oo fiirsanayaan miyina rag nabi iyo qiiro kugu jira doofaar baa masayr lahayn loo calaamay dhan soomaalis ma doofaar baa taa marka waxaa loo baahan yahay inaad leedahay qiiro kugu jirto oo ragnimo kugu jirto ood xaaskaaga aadan u ogolaanin inuu nin kale arko jidkeeda la arko la sawirto banaanka iyadoon asturnayn inay baxdo waa inaad ka dagaalantaa la doonayo laakiin adigiiba haddaad u horbood ood u yeedho ood ka shaqayso ood gurigii ku bilowda gurigii hadda la aasaasahay odaygiiba hadduu waxaa wadoo ka shaqaynayo soo balaayo maha walali waxaa la yidhahdaa idaa kaana rabu lbeyti biddafi daaribun fashiimatu ahli lbeyti kulluhum raaqisu odaygii guriga u weynaa hadduu durbaanka garaacahay soo wixii guriga joogay oo dhan markaa dhaanaska ciyaari maayaan ya waa isruxayaan wixii haweenaydii caruurtii kulli waa inay isruxaan odaygiiba hadduu durbaanka garaac marka oday baa tahay oo nin mas-uulaad guriga ka tahaye munkarkiiyo xumaanta la dagaalan gurigaaganna xumaan ha ku aasaas walaalayaalu masaladaas ku baraaruga guriga markii ugu horreysay la aasaasay ilaahay haddii lagaga cadhaysiiyo
ilma noocee baa ka soo bixi kara guriga ilaah baan ku dhaariyay guur ilma noocee baa ka dhalay maxaa ilmaheenna shukuro ka dhigay mooryaantan ina soo qixisay maxay ku yimaadeen ba idinla tahay ya waxan kadaata dhacaya iyo daydegan iyo waxan iyo ilmahan yani shukuraha noqday iyo ilmihii oo faraha ka baxay iyo sababtu waxa weeyaan ilmihii markaynu guriga aasaasaynayna taaj iyo waxaynu ku aasaasnay shaydaankii taaj ahaya waxaynu ku aasaasnay maxay iyo sawir iyo wax la qaawan iyo rag iyo dumar isku dhex jira ilahay baan kaga cadhaysiyay soo ma markii aad isa arkaysay adiga xaaskuna bisinkaba maada u qaban shaydaanna maada ka naarin guriga markuu dhashay oo uu yimidna diin lama tusin ilaahay baan idinku dhaariyay soo shaydaan noqon maayo ilmahaas ya marka ilaahay kaga cabsada guryihiinna oo waxaa la doonayaa walaalayaal daahiradan sawirka iyo daahiradan taas aroosyada la sawirayo iyo macaasidan arooska ku imaanaysa waayaan aad bay usoo kordhaysaa waana dhaqan ay dadku kala yimaadeen wadamada reer galbeedka laga keenay wax soomaali horay u taqaanay ma ahayn ummadaha markaynu dhex galno ummad walba xumaan baan ka soo qaadanaa waxa wanaagsan ba lama soo qaadanaba ilbaxnimadii horumarkii tiknolojiyadii kombyuutarkii la samaynahay aqoontii iyo tacliimtii nidaamkii iyo kala dambayntii soomaali soo qaadatay miyaad arkeen oo ka timid wadamada laakiin waxaad arkaysaa soomaali qashin wata ya soomaali qashin wata soo xambaarsaday oo halkaa ka yimi soomaali qashin wataad arkay afkaar akhlaaq xun yacni qashin soo qaatay saas weya marka aynu noqonno dad ayagu mabda-oodii akhlaaqdooda gudbiya laakiin dad wax qaato oo xumaanta qaatayna noqon haddaan ummadaha wax ka qaadanaynana wax wanaagsan aan ka qaadan xumaantayna ka qaadan hada wabilahi tawfiiq sal allahuma salim cala nabiyina muxamedi wa cala alihi saxbihi wasalam وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تفضل شيخ انت صور في كده معك xaalad khaasa inay ku saabsan tahay mise si caama su-aashu inay tahay xaalad khaasa hadday ku saabsan tahay qiimeynteeday leedahay oo meesha goonidaa in la fahmo la qiimeeya u baahan ama si caama hadday tahay waxyaalaha iimaanka jebiya oo buriyo waxaa ka mid a ruuxu inuu gaalada la soo safto oo muslimiin uu la dagaalamo isagoo gaalo la safan waxay ka mid tahay arrimaha nawaaqidu liimaan salaada waxyaalaha buriya sooma jiraan hadduu adoo salaad ku jirta hadday neef kaa timaado salaad miyaa kuu jirta weyse miyaa kuu jiri maya sidoo kale iimaankana wax buriyuu leeyahy oo haddaad la timaado iimaankii uu jabayo baaba'ayo maxaa ka mid a in aad muslimiin iyo gaalo ishaya gaalada inaad la soo safatood la shaqayso muslimiintana dhib gaarti xaggee laga qaadanayaa qur-aanka laga qaadanaya yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waalnasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacdin waman yatawallahum minkum fainahu minhum bu alayhi subxana watacala ninkii ka weliyeesha weliyeelasho meesha ugu sarraysa ay waxa weeye inaad la soo safato dagaalka la gasho rabbi wuxuu yihi subxaana watacaala ruuxaasi iyaguu ka tirsan ayaguu ka mid yahay bu rabbi yuhi subxana watacala nebiguna wuxuu yihi sal allahu alayhi wasalam man tashabbaha biqowmin fahu minhum ninkii dad isu ekaysiyo dhaqankoodiiyo afkaartooda qaataay ayaguu ka mid yahy laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa war cadowgayga iyo cadowgiina awliyaha ka dhiganina aada isxigsataan ood isu hiilisaan ood jeclaataan marka waxay ka mid tahay masaa-isha iimaanka burburiya oo lagu gaaloobay islaamka lagaga baxo haddii si khaasa ay tahay oo shaksi gaarya iyo shaksi gaara iyo meel gooniya ay ku saabsan tahay miisaankeeday leedahay maxaa yeelay shareecadu labay kale leedahay laba arrimood baa kale jira qaacido guud marka laga hadlayo iyo marka ruux miisaan la saaray haddaad hadda masalan aragto ruux u sujuudaya sanam camalka uu samaynaya soo gaalnimo maa haddaad aragto ruux ilaahay cid aan ahayn baryaya camalkiisu waa gaalnimo qur-aankaa sheegay soo ma laakiin waa gaal ma dhihi kartaa hebel maya waxay u baahan tahay in la fiiriyo maxaa u geeyey soo ma maxaa u geeyey ma jaahilnima haysa ma aqoon dara haysa ma shubha ku dhalatay ma munkrahbaa ma la qastay ma ishalmaansan yahay
وإن ميزان قوري الله صار ضم إنسان قال ويا الله دينه دين تلاقي صار حاليا ما دسك مربر روح فرح وكثر مدني فرح ومربر وإنتو كاتم بتو فهذا الله حكاه صباح قال لي ما اللهم أنت ربي اللهم أنت عبدي وأنا ربك ونكير وكل ما قالوا لي ما معاذ با انتو كي من الشام او اركي قال يغو اسو سجود هي او نبي او يبو سجود النبي صلى الله عليه وسلم فركو نبي يقول معاذ سجود و خوري نبي الله كو ان نبينا اهين قال ابابا لو سجود هي او مدخني ما شيغان هي اديكو نبي الهي سينه كو سجود النبي و خوري صلى الله عليه وسلم معاذ سامحك معاذ زاج الهي كري الهي كري اتكلم نبي صلى الله عليه وسلم ما دهن معاذ واد قالوا لي صبر دان خلقي كل روحي وسجود سو قال لي ما لكن روح لفتي في مركي ميزان لصاري يوم محكمة لصاري وإن لفيري وحما أقي ويحي وإن لقصعه مركي لقصعه كذب هادوه كو أتكيسته مركز على حكومي ما لفا ولا ليال مركي مسألاته هادي كو صار سنتهي واقع معين ميزان كي سكار كولي في عام هادي سهي مسألاته واحد ويان وحي كمي سهي النواقض إيمان كبريائي كمي سهي وبالله التوفيق جزا الله شيخ محمد ومن على هذه المحاضرة القيمة إلى سبحانه وتعالى شيخ أسنى كم في اليوم حاضرة القيمة قالوا ينصر في يديه ميزان حسنات في سنة خضرة إلى سبحانه وتعالى وحن سبر إلينا إنه من الإجراء كو هذا الثوانا يتند بإساء ومطلام إسلامتنا والفقعة تأفع عن الفعل أخوانا بسم الله محاضرة القيمة هذه ينصر في يديه إني نتدرب رؤوسا لنا وقصة كبار سين نتدربين من هاي سين نغطق بالعين سين نريدان في نغطق بالعين أيضا بالعين فحد نتدرب أولا قصة لي ساكين تابرد الحلوة المدي يمحارد لي مسعيد إرشاد مسيريني كفر جلال واحد يعني نتدرب كلمات كحلي متعا يمحارد لي كلاني أثنينها فرضي تلحلتها هاي إرشاد مسعيد جديد هذا وجزاكم الله خيرا وشكر الله من سعيد من جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.